الحشرات غشائيات الأجنحة. إن الحشرات مخلوقات كباقي الكائنات الحية، تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي، وذلك بفضل خصائصها الدفاعية والهجومية مع كل ما يهدد الطبيعة. ورغم أن الإنسان في بعض الأحيان يعتبر بعضها مؤذية ولا فائدة منها، إلا أن ذلك لا ينفي أهميتها. في هذه السلسلة نستعرض بعض الأنواع من الحشرات التي لا يجوز أكلها شرعا. النملة تنتمي إلى فصيلة النمليات التي تتميز بحياتها الاجتماعية ضمن فرق منظمة. أحجامها صغيرة، لكن أشكالها تختلف من نوع إلى آخر، وعادة يكون لونها أسودا أو بنيا أو يميل إلى الأحمر. جسمها ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، وكل جزء به رجلين، فمجموع أرجلها ستة. ويتواجد النمل تقريبا في كل البيئات البرية معتدلة الطقس. أكله حرام. النحلة تتميز بجسم مستدير به شعر وأرجل منبسطة تساعدها على جمع الرحيق وغبار الطلع. لها زوجان من الأجنحة، الخلفية منها أصغر من الأمامية. لديها قرناء استشعار، وتنفرد إناث النحل بالإبرة. ينتشر النحل في جميع أنحاء العالم عدا القطب الجنوبي. أكله حرام. الزنبار أو الدبور يسمى أيضاً بذوات الخصر. يمتلك جسماً وأرجلاً إسطوانية وملساء لامعة. نادراً ما يكون به بعض الشعيرات السميكة، وهذا ما يميزه عن النحلة. لديه زوج من المخالب والأجنحة، كما أن لونه عادة أصفر وأسود. قد يصل طوله إلى 5.5 سنتيمتر. يعيش في البر ويتغذى على الآفات الحشرية التي تهدد الطبيعة. يتمركز بشكل أكبر في نصف الأرض الشمالي. أكله حرام. ينتمي النمل والنحل والدبابير إلى رتبة غشائيات الأجنحة، من أكبر رتب الحشرات. ورغم اختلاف فصائل وأنواع الحشرات، فإن مسألة حلية وتحريم أكلها سهلة وواضحة، ومن غير الممكن أن يحدث التباس بخصوصها. فقد بين الإمام أحمد الحسن عليه السلام أن جميع الحشرات يحرم أكلها إلا الجراد، وبالتالي فإن الجراد هو الحيوان الحشرة الوحيد الذي يمكن استهلاكه بكل طمأنينة مع مراعاة شروط تذكيته، أي أخذه حيا ولو أخذ ميتا حرم.